يسرى كلمينا عن دراما 2018 رمضان، المسلسلات اللي انتي مشاركة فيها. انا حاولت انوع السنة دي في اختياراتي، ان انا بلعب دور في مسلسل عزمي واشجان، دور كوميدي، دور صافي، كان كوميدي لايت، وكتابة محي ومحمدي المشاركين في الفيلم النهاردة. وعندي مسلسل سهام المارقة بلعب فيه دور رئيسي، دور خديجة، هي داعشية من اصل تونسي وجوزت مصري اللي هو الفنان وليد فواز، وبوجه له تحية، ودرتها شيري عادل، وكان متجوز أربعة، وكان في دراما كده وصراع جوه البيت ودراير بقى مع بعض، وفي تفاصيل. هو المسلسل بيتذاع دلوقتي على أبو ظبي، هيتذاع في مصر بعد رمضان، وكان هيتذاع في مصر في رمضان بس في ظروف استثنائية. فأنا بوعد الجمهور المصري إن هو هيشوف مسلسل سهام المارقة بعد رمضان، وبجد هو دراما قوية جدا جدا جدا، وأنا متأكدة بإذن الله الجمهور المصري هيتبسط بيه قوي. ازاي قدرتي تجمعي بين الكوميديا والدراما، وان انت بتمثلي بنت من داعش في موسم واحد؟ هو انا مش يعني الحمد لله مش جديد عليا، عشان عندي اكسبيرينس في تونس من 2009 بمثل دراما من وانا عندي 16 سنه، غير ان انا خريجه فنون مسرحيه، وانت عارفه حضرتك انه المسرح بيقوي الممثل جدا، وانه قادر يتقمص اي شخصيه، يعني ان هي كوميديه او 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 دراميه. كارما بقى دورك في كارما والمنافسه في العيد؟ هو كارما انا دوري يعني صغير، يعني مش كبير، بس انا مبسوطه بيه، عشان هو من خلال الفيلم ده تعرفت على الاستاذ خالد يوسف، ومبسوطه قوي ان انا اشتغلت معاه، ودوري كان مع الفنانه غاده عبد الرازق، شرف ليا ان انا اتعرف عليها، عشان هي بني ادمه محترمه جدا، واي فنان يتمنى انه يشتغل معاها. ف يعني الحمد لله، يعني مشاركه لطيفه، وكانت اول مشاركه ليا. ايه من خالد يوسف؟ طبعا استفدت، هو مدرسة كبيرة جدا، استفدت منه طريقة تمثيله ومدرسته مختلفة عن مدارس كتير قوي، فهو يعني الحمد لله ان هي مشاركة، ويعني حضيف لي. معاكي في كارما سارة تونسية بنت بلدك، شايفة ازاي وجود الفنانات التونسيات في مصر؟ طبعا بص، هي مصر الحمد لله، انا بشكر مصر ان هي بتدي فرص للممثلين، لاي فنان عنده طموح انه يحقق حلمه في 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 البلد دي، وانه بلده حرماه من انه يقدم موهبته ليه، عشان الانتاج مش متوفر في بلده، يعني هو ده الحرمان. مثلا انا محرومه من التمثيل في بلدي عشان ما فيش انتاج، فالحمد لله ان مصر احتضنت الموهبه دي، زي ما احتضنت موهبه ساره او اي فنان عربي جاي للبلد دي. البلد دي بتضم كل المواهب عشان هي بلد خير. ممكن يحصل غيره بينكم زي ما حصل بين دره وعائشه؟ لا لا، ولا دره وعائشه حصل ما بينهم غيره، في شويه تفاصيل وتجاوزوها، يعني الحمد لله، وكان رد عائشه رد بروفيشنال قوي، تابعاها الايام دي، عشان عائشه مشاركه معايا في مسلسل سهام المارقه، وبنسمع مع بعض، واتبسطت جدا انه في لاين بيني وبين عائشه. عائشه انا بجد ببارك لها جدا على المسلسل نسر الصعيد وعلى سهام المارقه، بحبها قوي. وانا بالنسبه لي انه اتنين يتجمعوا في عمل من نفس البلد، لما بتكون قلوبهم طيبه ما فيش اي مشكله، بس لما تكون القلوب سودة لا بقى دي مشكله. بس انا الحمد لله، انا وعيشه الحمد لله يا رب، قلوبنا زي العسل، وعلى طول بنتكلم بعض وبنبارك لبعض.